السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع ديال الفرق ما بين الأرنب العجوز والأرنب الشاب. يعني هذا العنوان كيبان غريب بعض الشيء، ولكن احنا غادي نهضروا عليه من واحد الناحية أخرى. مثلا عندي هنايا ثلاثة ديال الأرانب كلهم ذكور، كاين هذا كاليفورني، وكاين شانشيلا غري، وكاين معايا انتما بابيون اسود، يعني مبربش بالاسود. كما كتعرفوا كاع المربين كيبغيو حاجه واحده، وهي ان الارانب ديالهم منين يولدوا عدد كبير باش يكون ربح اكثر. يعني اي واحد من لابد ما يكون عنده هذا التفكير هذا. واخا كيفاش كتتم هذه العمليه؟ المعلومة دايزة في هذا الفيديو هي أن الأرنب فوقاش كيبلغ. الأرنب كيبلغ ملي كتكون عنده 4 شهور، يعني ممكن في ديك الساعة أنه يلقح. لكن طريقة ديال التلقيح واش كيكون كيلقح يعني بشي طريقة جيدة، ولا حنا كنقولوا بالدارجة غير كيخربق؟ أنا على حسب التجربة ديالي كيكون غير كيخربق. علاش؟ كيكون ماشي ناضج، يعني حنا نقولوا كيكون عنده واحد النضج انه غادي يطلع فوق النتوه وغادي يلقح بالصح. كتلقاه مثلا كيلقحها من بالجهه ديال المقلوب، يعني ما كيمشي في العوض ما يلقحها من جهه من الوراء، كيولي يلقح من القدام من جهه الراس. يعني لا حياء في الدين، ولكن هاد الفكره راه كتوقع لان ما كيكونش ناضج. ثانيا ممكن ان تعطيه واحد النتوه تكون كبر منه وما كيقدش عليها. علاش؟ لان كيطلع كتكون هي كبر منه في الجسم ديالها، يعني ناضجه، كتكون ناضجه، ما كيقدرش انه يوصلها، ما يقدرش يوصل لها لـ 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 يعني الجهاز التناسلي ديالها. بالاضافه ان الارنب الفرق ما بين الارنب الصغير والكبير، وهو ان مثلا هذا انا كنقول التلقيح ديالو راه ممكن انها على حسب التجربه ممكن انه يجيب مثلا جوج، يعني منين الانثى تولد السائل المنوي ديالو كيتحكم في العدد ديال الصغار. هذا ممكن يجيب جوج ثلاثه، ومن الاحسن ما تعطيهوش. ان هذه نصيحه ديال كل 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 يعني عفوا كل سن، هذا السن ديالو غادي نقول لكم كيفاش تتعاملوا معاه. وهذا السن ديالو والبابيون السن ديالو، هذا عنده 4 شهور، هذا 6 شهور، والبابيون لهي هذاك مكمل العام، قافل العام. اذا هذا من الاحسن ما تلقحوش به كاع، ان ما العدد ما كيعطيش، وكيكون يعني ما كيعرفش يلقح. ممكن انه يلقح وانتم تقولوا راه لقح هو، والتلقيح ما كيكونش، كتولي تعاودوا التلقيح اللي كتضيعوا في ديك الايام. المهم هذه ناس كنصيحه. هذا ممكن تبقاو تلقحوا به، هذا هو السن المناسب، يعني 6 شهور هذاك هو السن المناسب، لدرجه انه ملي كيلقح ملي كيطيح كيبدا يغوت. تخيلوا ان هذا لقح 3 مرات وكل سقطه كيسقط، يعني كل طيحه كيطيح كيبدا يغوت. يعني داكشي داك يعني العمليه يعني صحيحه 100%، وكيكون حتى العدد كيجيب مزيان. هذا النوع هذا يعني في هذا السن هذا كيكون كيجيب مزيان. ارانا دابا نشوفوا هذا مول العام، هذا مول العام خصكم تعرفوا كيفاش تتعاملوا معه. هذا الا مشيتوا تعطيتوه الكميه ديال الاكل بزاف كيسمان بزاف. الا مشى تسمان بزاف كونوا متاكدين ان ملي كتقلبوا له رجليه كتلقى فيهم التهاب العرقوب. علاش؟ لان هاد الشانشيلا مول 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 6 شهور واخا تعلفوا بزاف ما كيعطيش الميزان اكثر من هذا. هذا راه الا مشيت حتى طلقت عليه الماكله غادي يولي، يعني ممكن يولي فيه 7 كيلو مثلا، 7 كيلو او 8 كيلو راه بزاف. راه الا حققتوا فيه غادي يبان لكم انه في هذه الوقيته هذه راه تكون فيه ديك 6 كيلو 6 كيلو ونص تقريبا. الا مشات عطيتيه بزاف ديال الاكل، الكميه عطيتيه بزاف، ما كاين اللي كيشوف ارنب كبير هكا كيقول بلي راه، وكيكون حتى الارنب كيكون طالب الماكله كيقول نزيدو.
ملي كيبقى تزيدو 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 كيولي ضخم. هذيك الضخامه ديالو اولا كيجي التهاب العرقوب لانه ملي كيشوف النتوى كيبقى يضرب برجليه كيبقى يتخبط في الكاج. ملي كيبقى يضرب برجليه بلا ما يتجرح. ملي كيتجرح زياده على ملي كيبغى يطلع فوق النتوى كيعتمد على الارجل الخلفيه ديالو. كذلك كيولي الا كان سمين بزاف ما كيقدرش يقوم بالعمليه على اكمل وجه. كتولي ممكن انه انتم حسبتوه بلا لقح هو ما لقحش لانه سمين من جهه الفخذين ما صافي ما بقاش يقدر يطلع فوق النتوى ولا ثقيل. اذا يعني حنا نهضروا كعنوان العجوز هذا باقي ما وصلش للعجز. ان العجوز وهو ملي كيفوت عامين صافي ملي كيفوت عامين كيولي حنا نقولوا كهل يعني ما قادرش يدير المهام ديالو. حنا الذكر عندنا اسمه هو الدور ديالو وهو يقوم بديك العمليه ديال التزاوج ماشي غنتسناو منه انه غادي يعطينا غادي يحمل وغادي يعطينا الصغار. كذلك الرجل الانسان حتى هو المهام ديالو كيخصو يخرج يجيب الرزق ديال الوليدات ديالو الام. يعني هادشي خلينا من المراه اللي كتكون موظفه ولا حنا كنقولوا يعني اللي جاري به العمل يعني على مر العصور. الام عندها دور يعني خصها تقابل الصغار ديالها وتوجد الحوايج ديال المتعلقه بالمنزل. الذكر الدور ديالو يعني خصو يكون رجل حنا كنقولوا هو اللي كيهتم بالامور الماليه. كذلك الارنب يعني الذكر خصو يقوم بالمهام ديالو خصو يعطينا عمليه تزاوج يعني مضمونه ماشي حنا نزوجوه وندوز عليه واحد 20 يوم يعني نبقاو نديروا عمليه الجص بالنسبه للاناث لقاوه باللي ما شدش. حنا كنقولوا ما شدتش لا منين يوصل لكم عامين حاولوا انكم تخلصوا منه وتكبروا او ثاني ذكر اخر. هي القطع كله ممكن انكم تخليوا ربعه النتوات تخليوا معاهم ذكر واحد. كل ربعه النتوات تخليوا معاهم ذكر واحد صافي كتكون العمليه مزيانه. اما باش تبقاو تخلطوا يعني مثلا تجيبوا وحده صغيره وتحطوها مع واحد كبير كونوا متاكدين انه بعدا راه كيعض. ديروا بالكم من هذه القضيه هذه الى يعني منين جابت هذا الهضره راه ممكن ان هذا الذكر هذا تجيبوا له مثلا هو عنده عام وتجيب له وحده يلاه بلغت يعني عندها 5 شهور. منين تحطوها له اول مره غادي تلقح كيعضها كيحسبها غريبه ممكن انه يعضها. اذا كل النتوه حاولوا انكم تحطوها مع الذكر المناسب. وكاينه معلومه اخرى الذكر المناسب من حيث السن. وكاينه معلومه اخرى كل انثى كتوالم مع ذكر. سبحان الله راه كاين الانثى اللي ما كتوالمش مع واحد ذكر وكتمشي عند ذكر اخر وكتوالم معه سبحان الله. وكتجيب انثى واحده اخرى ما توالمش مع هذاك الذكر اللي ما توالموتش معاه الاخرى. وهكذا دواليك ممكن ان الذكر ما يبغيوش واحد النتوات ويبغيو نتوات اخرين. يعني نتوما عينكم ميزانكم حاولوا انكم تتعاملوا مع الارانب ديالكم ما تتعاملوش معهم كحيوانات. ما راه حيوانات فعلا ولكن راها روح حتى هما راه عندهم احساس ديالهم. ممكن انك ان واحد الذكر مثلا تبغيه واحد الانثى يعني صافي ولات بحال اللي نقولوا الزوجه ديالو كتبقى ديما تعطيها له كتجيب عدد مزيان كتولي ترعى الصغار ديالها كتقبل انها تتلقح من عنده صافي خليه ديما حسبوه ديما معاها. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. كنظن انني وصلت لكم جميع المعلومات الخاصه بالذكور حسب السن حسب لاج ديالهم وكل واحد كيفاش تتعاملوا معاه. اذا الحلقه ديالنا راه سالات. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناه غاديه بالدعم ديالكم ما تنساوناش بزر الجيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله وما تنساوش ديما شعارنا وهو الخير جاي القدام. ديما الخير جاي القدام نويو الخير ان شاء الله وما يكون غير خير. بالنسبه للمشاريع مثل هذا النوع راه ما كتخسرش. حاولوا انكم ديما تكونوا عندكم هذه الفكره ديال الواحد ما يفكرش في السلبيات يفكر غير في الايجابيات وان شاء الله ما كاين غير الخير جاي القدام.
إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.